Audio Jungle. الفريق الثاني نرحب اجمل الترحيب باخواننا الكابتن قاسم ابو محمد العابدي والكابتن محمد اسماعيل والكابتن ستار الباش والكابتن نهادي النعيمي والاخ شوان والاخوان ابو فاطمه وكابتن علي ويا مرحبا بهم شرفونا بهذا الكرنفال. اليوم احنا كرنفالنا يختلف عن باقي الكرنفالات اللي اقمناها. اليوم احنا بصدد توديع احد اللاعبين احد نجوم التماسيح اللي كان خفيف الظل طوال هاي الفترة اللي قضاها بيناتنا الكابتن وليد. نتمنى لك كل التوفيق واللي راح يودعنا ان شاء الله ويرجع الى محافظة نينوي العزيزة. فأشكر إدارة ملعب زاويرة وفريق التماسيح على إقامة هذا الكرنفال لتوديعه، وان شاء الله احنا ما نقول له الوداع بس نقول له الى اللقاء، ونتمنى ان شاء الله نشوفه بالمستقبل ونزوره بنينوى ويزورنا هنا وما يكون هذا آخر لقاء لنا وياه. شكري وتقديري لكل من شرفنا بالحضور، وشكري وتقديري لكل من ساهم بإقامة هذا الكرنفال ولإعلامنا الحر الكابتن نهاد والكابتن فراس والكابتن أبو علي وحسين باستوري، ومن الله التوفيق والسلام عليكم. شكرا أعزائي مشاهدي قناة نهاد الصفحة الرياضية. نلتقي بالكابتن وليد. كابتن وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن وليد لكلمة لرفاقك حقيقة من فريق شباب التماسيح والملوك، وأنت تغادر المنطقة بالعودة الميمونة إلى محافظة نينوى العزيزة، كلمة من عندك في هذه المباراة الاحتفالية التوديعية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكركم وأحب أشكر كابتن سعد والحضور جميعا، وأحب أشكر التماسيح. يعني بالنسبة لي أفراقهم صعب والله يا حبيبي. أعزائي المشاهدين الكابتن وليد ما يقدر يكمل، أتمنى أكتفي. كابتن وليد شكرا جزيلا. كلمة للكابتن قاسم مسؤول النشاط الرياضي في منطقة صليسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن قاسم كلمة توديع للكابتن وليد اللي غادر فريق شباب التماسيح بالعودة إلى محافظة العزيزة محافظة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أقدم شكري إلى ملعب زويرة المتمثل بفريق نادي التسامح لدعوتنا لحضور كرنفال توديع اللاعب وليد على ما أعتقد باسمي وباسم الرياضة في منطقة تسعة نيسان. نقدم شكرنا وتقديرنا للكابتن وليد، ونتمنى له الموفقية بالرجوع إلى أهله
أو منطقة الثانية ونقول له إحنا أنه منطقة 9 نيسان وقرية 10 هي منطقتك الثانية وشوفت ما تيجي أهلا وسهلا بيك وكل الترحيب متمني لك التوفيق في حياتك وفي رياضتك وفي عملك وفي كل شيء إن شاء الله. شكرا جزيلا الكابتن قاسم. والآن كلمة للكابتن نهاد مدرب أكاديمية الكابتن هاشم خميس. كابتن نهاد في هذه المناسبة كلمة للكابتن وليد اللي عودت إلى محافظة العزيمة محافظة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميع الحضور وأشكر الإخوة المقامين على ملعب زويرة والأخوة فريق التماسيح على إقامة هذه الاحتفالية بمناسبة رجوع الكابتن وليد. أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله برجوعه. وهذا يدل على شيء طبعا استفادينا كثير من هذه المسألة إنه شخص أجى للمنطقة ويعني أمور تعرف هاي صار فد تجانس فد علاقات جديدة. إن شاء الله إحنا نزوره بمكان إن شاء الله ونتمنى له الموفقين. شكرا كابتن. هذا الآن كلمة للكابتن محمد إسماعيل. كابتن محمد في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية أشكر ملعب الزويرة وأشكر المجموعة اللي دعتني لها الكرنفال وأتمنى للكابتن وليد كل التوفيق إن شاء الله هنا وهناك. شكرا كابتن محمد باش. كلمة الكابتن ستار باش. دموعك عزيزة علينا كابتن ستار حقيقة القلب الطيب كابتن ستار. الله يحفظك. طبعا نشكر الملعب الزويرة اللي دعونا بهاي الكرفان حلو اللي نودع الأخ وليد توفيق. نتمنى له الصحة والعافية ويرجع للبلد مكانه محافظته بسلام إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن. والآن الكلمة للكابتن الخلوق إدهام. كابتن إدهام في هذه المناسبة لتوديع الكابتن وليد ممكن كلمة لقناة نهاد سبورت الرياضية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي أصعب لحظات الحياة كلها هي لحظات الفراق. أنا طبعا حسيت بأكو ألم وأكو وجع بداخله كلش قوي. الخوة والصداقة والهاي إن شاء الله هو يعني ما خسر أحد بالعكس هو ربح الأصدقاء والأخوة هنا بالمنطقة وموقفه كان كل الصعب طبعا علينا الحمد لله وشكرا والله يسهل إن شاء الله يرجع دياره سالم غانم. شكرا كابتن. الأعزاء المشاهدين بعض الكباتن ما يقدرون حقيقة في هالمناسبة. نتمنى عودة للكابتن وليد إلى محافظته وإن شاء الله عودة ميمونة كابتن نهاد إلى لقاءات أخرى نلتقيكم إن شاء الله. كل أهل السلام سعيد. أحمد حسين إلى مرتضى جاسم عيد الخلف وحي تلعب الكب حلو يعني فريق الملوك قيصر حميد تسديدة إلى حارس المرمى علي فترة سلام بين وبين خليل والخليل طاحمد تسديدة حلو حيدة سعد أمين ماجد وإلى خليل إبراهيم يلعب كرة أمين جول هطا الله حلوة تسديدة جميلة وليد خالد من خارج الرقم علي ما زالت الكرة بحوزة علي يلعبها يا مرتضى بالخطأ سلام مسافر علي حسين قحطان ولعبة مدرسة حلوة تسديدة جميلة تسديدة حلوة جول الله أحمد حسين أحمد يلعب الكرة إلى وليد خالد وليد تنقطع من يلعب يا وليد وإلى تلك الخطرة قول حط سلام الله حلو حيدا سعد سيطر أمين وبين سلام ويرتاح حيدا سعد يعمل سلام سعيد وإلى الوجع سلام بيلعب الكرة خطرة حلوة لخليل أمين ما زالت كرة بحوزة بينه وبين أحمد وأحمد يسيطر على الكرة وإلى رمية الجانبية لفريق التماسية تسديدة الله حمينة متألق لنقل هذه المباراة اليوم بعدسته الجميلة والبسيطة لهذا السفاح في تغطية كاملة لهذه المباراة التوديعية. شكرا كابتن جليل. إلى جهة اليمين وحضور إن كما قلنا المؤسس الإعلامي الأول في منطقة قرية 10 الكابتن فراس سبورت أيضا ضمن اللجنة الإعلامية في هذه المباراة التوديعية وإلى جهة اليمين وليد هجمة لفريق الملوك وليد تسديدة حلوة إلى خارج أرضية الملعب وليد خالد إلى خارج أرضية الملعب يعيد إلى أحمد حسين أحمد إلى ويسد علي مرمى يلعب الكرة مرتضى جاسم وليد إذن وليد توفيق يسجل الهدف الأول لصالح فريق التماسيح وليد يسجل الهدف الأول بالأربعة من المدافعين سلامات لوليد يسجل الهدف الأول في المباراة الهدف الوداعي والهدف الأول لفريق التماسيح في المباراة حلوة حركة جميلة
من كامل سعيد اللي هيها امامه ويسجل الهدف الاول لفريق التوازي. ما تضحك كابتن بهذه المباراه حلوه لوليد يسجل الهدف الاول في هذه المباراه بكره من قوه جميله واختراق للدفاع. كابتن وليد التوفيق صاحب الهدف الاول لفريق التماسيح. المعلق جاني التميمي على تعليقه لهذه المباراه، كما نشكر الاخوه الحضور، نشكر اداره فريق التماسيح على اقامه هذه المباراه. مقطوعه الكره بالمنتصف، راجع الكرة ونرحب أجمل ترحيب بمؤسس الإعلام الكابتن فراس سبورت. وهنا محدثكم نهاد السفاح، أعتقد أستطيع التعليق لهذه المباراة. الآن كرة ملعوبة لصالح فريق التماسيح، المرحلة الآن في الدقيقة 23 من المباراة، النتيجة الآن تقدم فريق التماسيح هدف مقابل لا شيء. كرة ملعوبة إلى اللاعب باتستوتا يحاول يمر، ملعوبة إلى فريق الجوية يحاول يتخلص من اللاعب، ومقطوعة من اللاعب 17 وإلى اللاعب أكرم شاكر. أكرم شاكر إلى مرتضى، مرتضى يحاول يمر على قولة جليل تعبر خط النص، ملعوبة الكرة حنش هذا حنش رقم 17، اللاعب حنش كما يطلقون عليه جماهير قرية 10 ورقم 6 حمود لسان حمسي. يلا هاي من عندي المباراة بقيادة الكابتن محمد شكير مدرب فريق تماسيح قرية 10، والآن عودة إلى الحنجرة الذهبية جليل التميمي. شكرا لسمير حيدر، حيدر على طريقة السفاح حيدر فلاح يسجل الهدف الأول، حلوة لحيدر. أكرم حمودي حلوة، حلو اللاعب الذي جعلت هذه المباراة الخيرية من أجل وليد، حلوة حلوة وليد، هدف جميل لوليد كبير. أكرم وعلي، أكرم حلوة بون، ومحمد اسماعيل، علي ومحمد، حلوة يا رضا، جول حلوة، جول مرتضى جاسم ومحمد اسماعيل، مرتضى ومحمد، مرتضى حلوة، حط سلام يتقدم، واكرم شاكر سلام حطها، ومسؤول النشاط الرياضي حيدر سعد، حيدر 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 رجع. الله مبروك، مبروك لفريق الملوك، مبروك لفريق الملوك. وليد في هذه المباراة، شكرا لشباب التماسيح هذه الاحتفال الرائع الذي يستحق. بدأت العيارات النارية تترعرع هنا في ملعب الزويرة، الألعاب النارية بمناسبة هذا الاحتفال الكبير لتوديع اللاعب وليد توفيق لاعب فريق التماسيح إلى أرض نينوى الحبيبة. هنا الألعاب النارية، شكرا جزيلا لهؤلاء الرياضيين، شكرا جزيلا للكابتن حسين علي، شكرا جزيلا للكابتن محمد علي لتنظيم هذه المباريات الخيريه الرائعه، مبروك لفريق الملوك هذا الفوز، شكرا جزيلا للكابتن ابو حيدر والى بقيه الاخوه الرياضيين، ونتمنى للكابتن وليد العوده لمنطقته الجميله لمحافظته العزيزه محافظه نينوى. والله حللتم علينا ضيوفا اخوه اعزاء احباء، ولا نريد فراقكم ايها الاخوه الذين حضرتم معنا. اتحداك ما تضحك، اتحداك ما تضحك، ونتمنى من الله العلي القدير ان يحفظكم جميعا والعوده الى مناطقكم سالمين بحق لا اله الا الله. نستودعكم، شكرا لفريق التماسيح
الذي نظم له هذه المباراة الخيرية. شكر وتقدير التماسيح وشكر وتقدير لقرية عشرة. نحن يا كابتن وليد لك أخوة وستبقى ذاكرا في أذهاننا، وهؤلاء الرياضيين يودعوك اليوم ونتمنى لك التوفيق والعودة إن شاء الله يا حبيبي، وبين نلتقيك إن شاء الله. ولا نقول إلى الوداع، وإنما نقول كما قال الكابتن سعد إلى اللقاء، وسوف نلتقيك إن شاء الله. تحياتي للأخوة اللجنة الرياضية لمنطقة تسعة نيسان ومنطقة الخنساوة لفريق التماسيح لهذه المباراة. شكرا جزيلا لكم، مع أحلى وأجمل تحياتي معلق المباراة ومقدم الإعلامي لهذا السفاح وبقية الإخوة الإعلاميين، مع أحلى وأجمل تحياتي لكم جليل التميمي.